بعد انتقالنا في الصبيحة إلى ولاية تندوف وبالتحديد إلى منجم غار البلاد، نحن وشريك صيني حيث تم الوقوف على مدى تقدم الأشغال تهيئة المنجم لتموين المصانع بالمواد الأولية من الحديد الخام، وقد ثمن الشريك الصيني كل الأشغال التي تم القيام بها في المنجم إلى الأونة الحالية، وبعدها تم أيضا التنقل إلى ولاية بشار، وانتقلنا مع السيد الوالي إلى المنطقة الصناعية التي ستقوم بها تجسيد المصانع، مصانع الصلب، وأيضا قدمت كل الشروحات من طرف السيد الوالي عن كل الإمكانيات الموجودة بهذه المنطقة الصناعية من كهرباء، من غاز، من ماء، والتي ستسمح بالتجسيد السريع للمصنع مع الشريك الصيني. وأيضا في هذا المجال ثمن الشريك الصيني كل هذه المجهودات التي قامت بها الدولة لتوفير كل الموارد اللازمة لهذه المصانع، وبذلك درسنا مع السيد الوالي والشريك الصيني عملية التسريع في بدء في الإنجاز، طالما أنه كل الظروف الآن مواتية للبدء السريع في إنجاز هذه المصانع التي ستسمح في مرحلة أولى بإنتاج مليون طن من البلاطات، لترتفع تدريجيا بعد الانتهاء من إنجاز السكة الحديدية، والتي تم إصدار القرار كما ذكر لنا السيد الوالي بانطلاقة الفعلية في إنجازها، تتسمح برفع القدرات الإنتاجية إلى هذه المصانع إلى 10 مليون طن. سي محمد، كان ممكن تعطينا الحجم الإجمالي للاستثمار هذا ما يخص المركب هذا تاع الحديد والصلب والمدة اللي ينطلق فيها وكم المدة؟ الاستثمار الأولي مقدر بمليار دولار. مليار دولار. مليار دولار، والانطلاقة نحن بهذه الزيارة استطعنا أن نطلع شريكنا على كل الإمكانيات الموجودة في ولاية بشار، وقدم لنا السيد الوالي مشكورا كل الشروحات حول الإمكانيات الموجودة في هذه الولاية لتسييد هذه المشاريع، ونرمو إلى الانطلاقة الفعلية في الإنجاز لهذا المركب قبل نهاية السنة. السيد المدير العام، تكلمتوا على ثلاث مشاريع في المنطقة الصناعية، ما هي المشاريع؟ المشروع الأول هو مشروع مع الشريك التركي توسيالي، وذلك لإنتاج مركز خام الحديد الذي يدخل مباشرة في الإنتاج في مصنع بطيوة، وهذا المصنع الذي سيقام في ولاية بشار سيسمح بتقليص الاستيراد من المواد الأولية، والتي كما كلمتكم عنها سابقا تقدر حاليا ب 1.2 مليار دولار المواد الأولية لمصانع الصلب في الجزائر، وبعد استكمال الاستثمارات في مصانع الصلب في 2025 سترتفع الحاجيات من المواد الأولية إلى 2 مليار طن، نرمو إلى 2 مليار دولار، ونرمو عبر هذه المصانع التي ستنجز باستعمال المواد الخام لمنجم غارج بلاد بتوفير كل هذه العملة الصعبة، وأيضا تصدير الفائض من الإنتاج إلى الأسواق العالمية والحصول على واردات بالعملة الصعبة.